بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. احنا ندعو غالبية الناس أن يقفوا عند هذه الآية الكريمة لعلهم بفضل الرحمن يتعظون بما جاء فيها من تنوير عقول جمدها إبليس اللعين أخزاه الله بالتمام والكمال. يقول مولانا الشيطان، وقلنا الشيطان في اللغة العربية الفصحى هو كله عنصر يعني ما يعرف كان الفساد، يكون جرثومة، معنى الجرثومة تقضي على الإنسان وعلى الحيوان، وربما فما جرثيم تقضي على الجان، وهلم جر. يقول الشيطان ويعيدكم الفقر، يعني يقول لك راه اسمع لا تنفق، راه قدامك ايام فيها فقر ولا تنفق، وانت بما انك ناني بما انك كموشة ما انا كما تقول انت تزبد ليك وتعري غيرك، وما ايام قال فوق الكل يقول لك انا مسلم، يعرف الناس الى ان كسر الى ديستركتور الى الى الى، ودائما يسمونتر كوم ولي سوبريزون كوم ان هوم و اون فام دو بيان كونستروي ان ديتري. ف هذا من افعيل الشيطان اللي قال فيه مولانا الشيطان يعدكم الفقر، وهذا مش كافي، هذا مزاد، لازمك تعرف على الشيطان شو قابل ان يفعل في مظهرتك يا انسان. نعود إن شاء الرحمن.